مرحبا بنات، كيفكن؟ فكرة الفيديو اليوم مقدمة لكم من قناة دنيتي. أنا وبنات تانيين على اليوتيوب حنورجيكم كيف تعملوا سلطة كتير سهلة وكتير طيبة. فإذا حابين تشوفوا الفيديوز اللي البنات التانيين عملوها خليكم عم تتفرجوا لآخر الفيديو، رح أترك لكم كل اللينكس لتشوفوا فيديوهاتهم. فأنا رح ورجيكم كيف تعملوا جاردن سالاد، فخلينا نبلش. هلا أول شي بدنا نبلش بخلطة الصوص أو السالاد دريسنج. فلهيك رح تحتاجي لنص كاسة مايونيز، ربع كاسة خل أبيض، معلقتين كبار من جبنة بارميزان، وكمان معلقتين كبار من جبنة رومانو. بس أنا لقيت عبوة فيها الجبنتين نخبطين مع بعض، فرح أستعمل تقريبا 4 معالق كبار من هون. بعدين بدك نص معلقة كبيرة من الإيطاليان سيزنينج. هلأ يفضل إنك تستعملي البودرة، بس صراحة ما لقيتها بالسوق فجبت السائل، رح أستعمله على أي حال. فمن هاي بدك نص معلقة كبيرة. بعدين بدك كمان من نص معلقة كبيرة البقدونس المجفف. كمان رح تحتاجي لمعلقة كبيرة من الزيت النباتي، ومعلقتين كبار من شراب الذرة، حبة ثوم مفرومة، ومعلقة كبيرة من الليمون المعصول. فهلأ خلينا نخلط كل هدول مع بعض. هلأ بدنا نخلط كل المكونات مع بعض، فخلينا نبلش. خلينا نستعمل الخلاط هلأ. هلأ للسلطة نفسها أنا اشتريت كيس اسمه ريدي باك، اللي هو خصوصي للجاردن سالاد. مثل ما نكون شايفين بيكون بقلبه آيسبرغ لاتس، كارت، وريد كابج. إذا ما بدكم تشتروا هالكيس فيكم تشتروا الأشياء لحالة، بس أنا فضلت إنه جيبوا هيك أسرع بالنسبة لإلي. هلأ من عدا الأشياء اللي استعملناها لخلطة الصوص، بدنا كمان في اشياء نضيفها للسلطة نفسها. فبدك تقريبا 4 أو 5 خواتم من البصل الأحمر، بدك زيتون أسود كم قطعة، وكمان بدك من فلفل الهالفينو، وكمان بندورة. فهلأ حنحط كل هالأشياء بشكل عشوائي على السلطة. هلأ آخر شي وأهم شي الصوص يلي عملناه، فبتحطيه على السلطة. ترى بتمنى أن تكون عجبتكم هالحلقة وأنكم تجربوا السلطة، وأكيد أكيد لا تنسوا تعملوا لي سبسكرايب وفولو على انستغرام، تويتر، وفيسبوك لنقدر نتواصل مع بعض. باي.